خليني اقول لكم كده بعض الاخبار عن الماتشات. فيريرا قال الزمالك، مدير الفني لفيريرا بعد المباراه قال الزمالك لسه عنده فرصه في التاهل. نبيل معلول قال الزمالك فريق ممتاز والترجي استغل الفرص خلال اللقاء. ده بالنسبه للزمالك. اجتماع طارئ لاتحاد الكوره عشان يشوفوا، يعني اجتماع بكره ان شاء الله الساعه 12، الحد بكره الساعه 12 اتحاد الكوره هيجتمع عشان طبعا يناقشوا اسباب خساره منتخب الشباب والخروج بشكل سيء جدا من بطوله امم افريقيا للشباب. مدرب شباب السنغال مالك داف قال حققنا التاهل بعد الفوز وهدفنا حصد لقب البطوله. ده بالنسبه لاتحاد الكوره ومنتخب مصر للشباب.